نتحدث في هذا الفيديو عن كيفية معرفة وحساب شحنة الذرة داخل الجزيء. طبعا هناك عدة طرق لحساب شحنة الذرة في الجزيء، وأعتقد أن أفضلها هي هذه الطريقة، حيث أنها تساوي إلكترونات التكافؤ حول الذرة نطرح منها عدد الإلكترونات الفعلية للذرة. ولفهم هذا دعونا نستعين بمثال، وليكن الميثان. دعونا نرسم الصيغة البنائية له هنا بهذا الشكل. ذرة الكربون يحيط بها 4 ذرات من الهيدروجين، وسأبين جميع الإلكترونات في الروابط بين الكربون وذرات الهيدروجين 4. هنا 2، وفي هذه الرابطة أيضا يوجد إلكترونان، وهذه الرابطة الثالثة، وهنا الرابطة الرابعة. دعونا نحسب الآن شحنة ذرة الكربون، ونحن نعلم أن الكربون في المجموعة الرابعة من الجدول الدوري، لذا هو لديه 4 إلكترونات تكافؤ. من هذا الرقم سنطرح العدد الفعلي من الإلكترونات حول الكربون في الصيغة البنائية هذه. تابعوا معي جيدا. في الرابطة التساهمية بين الكربون والهيدروجين، واحد من الإلكترونات جاء من الهيدروجين والآخر جاء من الكربون. إذن الكربون لديه 4 إلكترونات حوله. نعم، إذن 4 إلكترونات تحيط بالكربون في جزيء الميثان، لذا 4 سنطرح منها العدد 4 وتساوي 0. إذن شحنة الكربون في هذا المثال تساوي 0 بهذا الشكل. لنأخذ الآن مثالا آخر، وهو أيضا متعلق بالكربون. هذه المرة سأختار مثالا يكون الكربون فيه مرتبط ب3 روابط فقط مع ذرات الهيدروجين. هذا لا يتبع قاعدة الثمانية، وقاعدة الثمانية كما تعلمون تقول أن الكربون يجب أن يكون محاط ب8 إلكترونات ليكون مستقرا. وبما أن الكربون هنا غير محاط ب8 إلكترونات، إذن هو غير مستقر، لذلك هو نشط يريد أن يتفاعل ليحصل على إلكترونين إضافيين ليصل إلى حالة الاستقرار. وهذا لا يهمنا الآن، ما يهمنا هنا هو حساب شحنة الكربون. دعونا نحسب شحنته الآن، ونحن نعلم أنه يوجد حوله 4 إلكترونات تكافؤ، أما هنا فهو محاط ب3 إلكترونات بدل من 4 كما تشاهدونها. هنا في كل رابطة لدينا إلكترون واحد شارك به الكربون. 4 نطرح منها العدد 3 يعطينا موجب 1. إذن الكربون هنا مشحون بشحنة قيمتها موجب 1. إذا جميع هذا المركب الآن أصبح مشحون بشحنة موجبة، ونسمي مثل هذا الأيون الموجب نسميه كاتيون. طبعا هنا ولأنه اختص بذرة الكربون تحديدا فيمكن تسميته بالكربو كاتيون. دعونا نعرج الآن على شكل هذا الأيون الموجب. لرسم أي جزيء أو أيون يجب أولا حساب عدد السلك لمعرفة نوع التهجين فيه، وهذا تعلمناه من الفيديوهات السابقة. طبعا كما تعلمنا أن عدد السلك يساوي عدد روابط سيجما زائد عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة. إذا 3 روابط سيجما زائد 0 من زوج الإلكترونات الغير رابطة، وطبعا الجواب هو 3. إذا التهجين في ذرة الكربون هنا هو من النوع SB2. إذا سيكون شكل هذا الأيون مثلث مستو كما تعلمنا مسبقا. سأرسم هنا هذا المستوى، نعم بهذا الشكل. ويمكن وضع الكربون بالنصف و3 ذرات هيدروجين تحيط به جميعها بنفس المستوى بهذا الشكل. هنا ذرة هيدروجين وأخرى هنا وأخرى هنا. تعرفون مهارتي سيئة بالرسم، لكن أعتقد أن الفكرة وصلتكم. طبعا وبما أن تهجين الكربون هو SB2، فهذا يعني تبقى مدار بي آخر فارغ وهو غير مهجن. إذا هنا مدار بي فارغ وغير مهجن. وأيضا لكي لا ننسى فإن الكربون مشحون بشحنة موجبة كما علمنا، نرسم الشحنة هنا. طبعا الكربون حالما يحصل على إلكترونين إضافيين سيضعهما في المدار بي، ويصبح حينها مستقرا بوجود 8 إلكترونات حوله. لنأخذ مثالا آخر الآن أيضا متعلق بالكربون، وهذه المرة ب3 روابط وزوج من الإلكترونات الغير رابطة حوله بهذا الشكل. هاي ذرة هيدروجين ثانية والثالثة، نعم، ونضع الإلكترونات الرابطة كالعادة. إذا الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ حوله، واحد من رابطة الهيدروجين هنا
في كل رابطة، وواحد من الكربون، ثلاثة في الروابط واثنان، إذا أصبح للكربون خمسة، إذا أربعة نطرح منها الرقم خمسة وتساوي سالب واحد. إذا شحنة الكربون في هذه الحالة هي سالب واحد، نعم. طبعا ويسمى هذا أيون سالب، وبما أنه متعلق بذرة الكربون أيضا يمكن تسميته بالكاربو أنيون. كاربو أنيون، إذا الكاربو أنيون هو الكربون المشحون بشحنة سالبة. ما نوع الشكل هذا الكربون، أو آسف الكربو أنيون؟ حسنا، عدد ستيرك سيكون عدد روابط سيجما زائد واحد مثل ما تعلمنا، زوج الإلكترونات المنعزلة أو الغير رابطة، طبعا ثلاثة من روابط سيجما وواحد من الإلكترونات الغير رابطة أربعة، إذا هو SP3 تهجينه. نعم، وسيكون شكله طبعا هرمي ثلاثي القاعدة، إذا الكربو أنيون شكله هرمي ثلاثي القاعدة. لنأخذ مثالا آخرا متعلق بذرة النيتروجين الآن، ونطبق ما تعلمناه على النيتروجين بدلا من الكربون. هنا النيتروجين لديه ذرتي هيدروجين وزوجين من الإلكترونات الغير رابطة. دعونا نحسب الآن شحنة النيتروجين في هذا الجزيء. دعوني أحدد الإلكترونين على كل رابطة للنيتروجين بهذا الشكل. نعم، النيتروجين في المجموعة الخامسة من جدول الدوري، إذا سيكون لديه خمس إلكترونات تكافؤ. كم عدد الإلكترونات له في الصيغة البنائية هذه؟ مرة أخرى في الرابطة التساهمية بين النيتروجين والهيدروجين يوجد إلكترونين، واحد منها تابع للنيتروجين والآخر تابع للهيدروجين، إذا اثنان زائد أربع إلكترونات غير رابطة وتساوي ست إلكترونات. إذا هنا ست إلكترونات تحيط بذرة النيتروجين، خمسة نطرح منها العدد ستة، وهذا يعطينا شحنة تساوي سالب واحد. إذا النيتروجين في هذه الحالة لديه شحنة مقدارها سالب واحد. نعم، إذا عندما نرى النيتروجين مع رابطتين ومع زوجين من الإلكترونات الغير رابطة، ستكون شحنته مباشرة سالب واحد. إذا طبعا من الضروري الآن أنكم أصبحتم قادرين على حساب شحنة أي ذرة في أي جزيء أو أي أيون. إذا من الضروري عليكم الآن أنكم أصبحتم تعرفون هذا. طبعا وكلما جربنا أكثر كانت الأمور أسهل. الآن ماذا لو كان لدينا ثلاث روابط للنيتروجين وزوج واحد فقط من الإلكترونات الغير رابطة؟ دعونا نقوم بحساب شحنة النيتروجين ونرى كم شحنته إذا حددنا هذه الإلكترونات في الروابط. مرة أخرى النيتروجين لديه خمس إلكترونات تكافؤ حوله، لنحسب عدد الإلكترونات حوله هنا، وهي ثلاث زائد اثنان وهي خمسة، إذا خمسة ناقص خمسة ويساوي صفر، إذا شحنة النيتروجين هنا هي صفر. ماذا عن النيتروجين مع مثلا أربع روابط حوله فقط بدون إلكترونات الغير رابطة؟ أربع روابط من مع الهيدروجين، لنظهر الإلكترونات الرابطة بهذا الشكل. نعم، ونحسب الآن شحنة النيتروجين هنا. النيتروجين في المجموعة الخامسة ولديه خمس إلكترونات تكافؤ حوله، أما هنا فلديه كما نرى أربع إلكترونات حوله في هذا الجزيء. إذا خمسة نطرح منها أربعة سيعطينا موجب واحد، إذا النيتروجين هنا شحنته موجب واحد. إذا عندما يكون لدينا أربع روابط فقط حول النيتروجين بدون إلكترونات الغير رابطة، سيكون شحنته موجب واحد. لنأخذ مثالا آخر الآن ونعقد الأمور قليلا، وهذا المثال بهذا الشكل. سأضع النيتروجين برابطة ثنائية هنا في الأعلى، وأيضا لديه ذرة هيدروجين هنا وزوج من الإلكترونات الغير رابطة، ونحسب الآن شحنة النيتروجين في هذا الجزيء. لنظهر الإلكترونات في الروابط. النيتروجين عفوا كما قلنا خمس إلكترونات تكافؤ حوله، ولنرى هنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا خمسة نطرح منها العدد خمسة والجواب
هو صفر. لاحظوا أنه لا داعي لعمل هذه الحسابات دائما. فإذا كان النيتروجين لديه 3 روابط وزوج واحد من الإلكترونات الغير رابطة، فهذا يعني أن شحنته صفر كما في المثال هنا أيضا. إذا شحنته صفر في هذين المثالين، 3 روابط زائد زوج من الإلكترونات الغير رابطة. طبعا بعد تجربة المزيد والمزيد من الأمثلة ستكونون قادرين على معرفة شحنة أي ذرة بدون حسابها بهذا الشكل البطيء. لنجرب مثالا من نوع جديد الآن بحيث نعرف من معطياته شحنة الذرة، ونريد أن نعرف عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة، ونأخذ هذا المثال. وإذا علمنا أن النيتروجين هنا شحنته -1، نعم، السؤال هو كم عدد الإلكترونات الغير رابطة على النيتروجين؟ طبعا أحببت أن أطرح هذا المثال عليكم لأن الكيميائيين عادة يقومون برسم مقدار الشحنة عوضا عن أزواج الإلكترونات الغير رابطة لأي جزيء أو أيون. الآن لنحسب عدد الإلكترونات الغير رابطة حول النيتروجين. هناك طريقتين لعمل هذا. الطريقة الأولى، بداية سأرسم هذا الأيون بشكل أوضح. كما نعلم أن النيتروجين يوجد في الدورة الثانية، لذا ليستقر يجب أن يحاط بـ8 إلكترونات حوله. وبما أن لديه رابطتين هنا، إذا سيحيط به 4 إلكترونات منها، إذا سيحتاج لـ4 أخرى ليحصل على 8 إلكترونات حوله. نعم، إذا 8 إلكترونات تحيط بالنيتروجين في هذا المثال. وبما أن شحنته هي -1، إذا سيكون هناك 2 من الإلكترونات الغير رابط عليه، وهذه هي الطريقة السهلة والسريعة كما رأينا. أما إذا تناولنا الطريقة الأخرى فسنستخدم فيها بعض الأرقام والحساب البسيط. سأرسم هذا المثال مرة أخرى، وسأحدد إلكترونات الروابط حول النيتروجين وأظهرها بهذا الشكل. وكما نعلم أيضا فإن النيتروجين لديه 5 إلكترونات تكافؤ أساسا، وإذا كانت شحنته -1 إذا أصبح لديه 6 إلكترونات. 6 إلكترونات، إذا يحتاج 6 إلكترونات حوله. لنرى كم العدد لديه. لديه إلكترونين فقط من الروابط حوله كما نرى. إذا لديه 2، هو يحتاج 6، إذا يلزمه 4 إلكترونات. إذا هذا يعني وجود 2 من الإلكترونات الغير رابطة، وهذا بالطبع يعطينا الشحنة السالبة عليه. أيضا حصلنا على نفس النتيجة في كلا الطريقتين، سواء طريقة الثمانية أو طريقة عملية الحساب السريعة. في الفيديو التالي سنتناول أمثلة أخرى على نفس الموضوع.